مراهق بنتها أهم تقديم ثاني أغانيها في حفل ليلة وردة المقام على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة بالسعودية. أصالة قدمت أغنية في يوم وليلة وبعدها أغنية أوقاتي بتحلو، وعقب انتهائها من الأغنية الثانية قالت: أكبر تاريخ في حياتي حفظته هو تاريخ وردة، لكن اعذروني، وذلك بسبب توترها أثناء تقديم الأغنيتين، مؤكدة أن الأغاني وتاريخ وردة رهبة كبيرة. بعتذر من أحبائي وبعتذر منكم من المايسترو ورجع لكم بعد شوية. وتحدثت أصالة عن علاقتها بالنجمة الراحلة وردة الجزائرية، وذلك بعد انتهائها من تقديم أغنية في يوم وليلة ضمن فقرتها في حفل ليلة وردة. وقالت: كنت بنت لهذه الست العظيمة، كانت أمي وأقول لها أمي من جوه قلبي. وقت ما تعرفت عليها كنت فاكرة إن منها كتير، لكن مع مرور الوقت عرفت إنها واحدة في الفن.